تقول أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا، وهذا الدجاج يصدر للأقطار الإسلامية العديدة، علما أن هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الإسلامية. يقول فهل هذا الدجاج حلال أم حرام؟ ويقول أيضا أرجو أن يكون الرد يوم الأحد في هولندا لأن إجازتي في ذلك اليوم. وأيضا يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب، ويذكر أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحكم هو أن نبحث أولا من الذي يتولى هذا الذبح، هل هو مسلم أو كتابي؟ إذا كان الجواب بالنفي، يعني أنه الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا، فإن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشى فيها على الطريقة الإسلامية، لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكون طعامهم حلا لنا. وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين، لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق، والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب. فقولها الذين أوتوا الكتاب مثل قول المؤتين الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب كأنما يقال وطعام المؤتين الكتاب، وهذا وصف مشتق، فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب. كما أن أهل الكتاب أيضا لهم أحكام أخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائر الكفار، فالذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة. وإذا كان الجواب بالإيجاب، أي أن الذابح من اليهود أو من النصارى أي أهل الكتاب، وكذلك من باب أولى إذا كان مسلما، فإنه حينئذ ينظر في الطريقة. إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة، وإلا فلا. على أن من أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على الطريقة الإسلامية، استنادا إلى عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، وقال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكا وحلا فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا يذبحونه. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم. لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها إنهار الدم، لأن هذه العمومات، أعني عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله ذبائح الكتاب، هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا الحديث قاض على العمومات التي تفيد حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا، كما أن المعنى يقتضيه أيضا، فإن احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها. وكذلك إذا كان المسلم وهو أشرف وأطيب وأزكى من الكتاب لا بد في ذبيحته من إنهار الدم،
فالكتابي من باب أولى. نعم. فإذا يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الآن. نعم. هل يكون فيها إنهار الدم أم لا؟ هو ذكر قال أنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم. نعم. هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق، وإنما خدرت ثم ذبحت، وعلى هذا تكون حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية، أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثر ولا يمكن أن يخرج. نعم. اللهم إلا شيئا يسيرا. على كل حال إذا كان هذا الصعق الذي أشار إلى الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإن ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكية شرعية. نعم. لقوله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. كل هذه الأشياء التي استثني منها إلا ما ذكيتم وجد بها سبب الموت، لا سيما المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصاق الكهربائي. نعم. ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما إذا ذكيت أي ذبحت قبل أن تموت فإنها تكون حلالا. نعم. وعلى هذا فيكون هذا الصاق وسيلة لتسهيل الذبح فقط، فإذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال. نعم. أما إذا كان الصاق يؤدي إلى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لأنه يقول حتى يسيل منها الدم. نعم. نعم. فإنها لا تباح حينئذ، لكن في الحالة التي ذكر أنه يخرج منها الدم فهي حلال. أي نعم، إذا كان الدم المعروف المعهود. نعم. أي نعم.